مشاهدينا أهلا بكم إلى هذه الفترة اليومية التي نخصصها لمناقشة آخر المستجدات وتطورات الأحداث، واليوم نخصصها لحصاد كامل من الإنجازات على مستوى الدولة خلال عام مضى، عام 2022. طفرة تنموية كبيرة تشهدها محافظات مصر المختلفة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المشروعات القومية التي تشهدها البلاد إطلاق مبادرة ابدأ، بهدف توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى مجمع محطة مترو عدلي منصور الذي يعد نقطة انطلاق قطاري العاصمة الإدارية والسويس، ومجمع نقل متكامل الأركان أقيم على مساحة 15 فدان. كما يأتي على رأس المشروعات القومية مجمع مصانع الرمال السوداء والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمقطم. نتابع تقرير. 3 شهور الرخصة الذهبية لكل من يتقدم. أنا مش هحددها رقم، ولكن أرجو أن احنا نبذل جهد شوية. احنا هندي الرخصة دي كده لكل المتقدمين لمدة 3 شهور ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي. 2022 عام دعم الاقتصاد في مصر، حيث شهد افتتاح عدد من المشروعات القومية وإطلاق المبادرات الرامية لتعزيز الصناعة وجذب رؤوس الأموال للعمل على أرض الكنانة. بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، كما شهد تدشين 64 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة ابدأ. ومن مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أطلق الرئيس إشارة بدء العمل بالمنطقتين الاستثماريتين في بنها وميت عمر. الدولة المصرية التي تولي أهمية الاستثمار باعتباره المحرك الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، تواصل الدفع نحو نقلة نوعية لتيسير إجراءات الاستثمار. سعدني ويشرفني مشاركة سيادتكم تدشين المرحلة الأولى من المشروع الأول لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولتوفير الطاقة، أطلقت مصر المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على هامش قمة المناخ COP27، وذلك ضمن خطة لتحويل مصر كمركز استراتيجي لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في المنطقة. تعزيز البنية المعلوماتية أحد أهم دعائم الاستثمار، وفي هذا الصدد تم إطلاق منصة مصر الرقمية بحضور الرئيس السيسي، وهو ما تزامن مع افتتاح عدد من المشروعات الرقمية عبر الفيديو كونفرنس. تأمين الشبكات والاتصالات يصب في صالح العديد من الأهداف الوطنية للدولة المصرية، ومنها تعزيز الاستثمارات. وفي هذا الصدد افتتح الرئيس السيسي مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ بالمقطم. المشروع يعد نقلة حضارية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. وضمن جهود دعم البنية التحتية يأتي تعزيز شبكة الطرق والمواصلات الذي يحظى بدعم الدولة منذ سنوات. وخلال العام أطلق الرئيس إشارة بدء عمل محطة عدلي منصور المركزية، أضخم محطة تبادلية في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 15 فدانا بجانب القطار الكهربائي الذي يمتد في مرحلته الأولى من منطقة السلام وحتى مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي مجال تحقيق أفضل استغلال لثروات مصر الطبيعية، افتتح الرئيس السيسي مصنع الرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ. المصنع من شأنه تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر توفير المعادن المستخلصة من الرمال السوداء والتي تستخدم في العديد من الصناعات الهامة. الأمن الغذائي هدف أصيل على رأس أولويات الدولة المصرية، خاصة في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمدادات الغذائية عالميا. وفي هذا الإطار افتتح الرئيس المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني في مدينة السادات بهدف تنمية الثروة الحيوانية. مصر تتبنى مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة، حيث افتتح الرئيس السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أحد مشروعات الدلتا الجديدة والذي يقع على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديدة.
الرئيس وجه بتركيز المشروع على زراعة السلع الاستراتيجية بجانب إنشاء مجمع تصنيع زراعي متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من متطلبات الإنتاج. وفي سبتمبر شهد الرئيس افتتاح القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة لهيئة قناة السويس تشمل القطع البحرية الجديدة القطعتين العلمين 1 والعلمين 2 واللتين تعملان لصالح إدارة الكراكات بالهيئة وتحديداً لمصاحبة الكراكتين مهاب مميش وحسين طنطاوي أحدث وأكبر كراكتين في الشرق الأوسط. ووسط ظروف استثنائية تؤكد مصر على مواصلة دعم اقتصادها، وفي هذا الصدد أطلقت المؤتمر الاقتصادي كمنصة حوار للتوافق على خارطة طريق لزيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري بجانب دعم الاستثمار والبنية التحتية، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر الأزمة الاقتصادية العالمية. رغم أزمة الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تمسكت الدولة المصرية باستكمال خريطة المشروعات القومية التنموية لما لها من تأثير في تحسين معيشة المواطنين. مستقبل مصر للإنتاج الزراعي في مايو 2022، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر على امتداد طريق محور رود الفرج الضبعة الجديد، وهو يعد قاطرة مصر الزراعية وبكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. ويستهدف المشروع استصلاح 1,050,000 فدان من مساحة الدلتا البالغة 2.2 مليون فدان. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، بعد التحية، ونحن في نهايات عام 2022، كيف ترى الحصاد الزراعي لمصر بشكل عام؟ الأول اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحقيقة يعني اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة كان واضح جدا خلال الفترة الأخيرة. مشروعات عملاقة كان بيتم تنفيذها سواء لزيادة المساحة المنتجة في مصر، ويمكن شفنا مشروعات كبيرة بيتم تنفيذها زي مشروع توشكا، مشروع شرق العينات، مشروع تعمير وتنمية سيناء، مشروع الريف المصري الجديد، الدلتا الجديدة، وطبعا مستقبل مصر نموذج محترم جدا لعملية التطوير في القطاع الزراعي وزيادة المساحة المنزرعة، إضافة إلى الاهتمام بزيادة القدرة الإنتاجية للأراضي القديمة. احنا عندنا 9.7 مليون فدان بنزرعهم، عايزين نعظم إنتاجهم ونعظم الإنتاجية من كل متر أرض ومن كل قطرة مياه بيتم استخدامها في قطاع الزراعة، من خلال بقى تطوير السقاوي وتطوير نظم الزراعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على العناصر الفنية المتخصصة اللي تقدر تعظم من إنتاج الأرض الزراعية. نعم، لكن ما هي حصيلة مصر خلال 2022 في الحاصلات الزراعية خصوصا الاستراتيجية؟ يعني لما بنقول المشروعات اللي تم تنفيذها على أرض مصر بتقترب تقريبا من اكثر من 3 مليون فدان او 3.5 مليون فدان جديده بيتم العمل على اصلاحهم، الى جانب المساحات اللي بيتم زراعتها وتطوير انتاجيتها، ده ساهم في زياده الانتاج، فاصبح عندنا اكتفاء ذاتي في عام 22 من العديد من المحاصيل الزراعيه. بنشوف الخضره والفاكهه عندنا فيها اكتفاء ذاتي وفائض للتصدير، الالبان ومنتجاتها تقريبا قربنا فيها من الاكتفاء الذاتي، الدواجن وبيض المائده نفس الكلام عندنا فيهم تقريبا اكتفاء ذاتي، الذره البيضاء والذره الرفيعه عندنا فيها اكتفاء ذاتي، الارز بعض المحاصيل الاخرى عندنا فيها اكتفاء ذاتي، محاصيل اخرى بنقرب فيها من الاكتفاء الذاتي زي السكر بنقرب فيه قصب السكر والبنجر، واهتمام كبير بالعديد من القطاعات كمان. اللحوم الحمراء احنا عملنا فيها طفره كبيره وارتفعنا بقى قبل ما كنا في عام 2014 كنا بنمثل حوالي 40% نسبه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، النهارده احنا وصلنا لاكثر من 65% ومقربين على 65% نسبه الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، ده انجاز كبير الحقيقه للدوله المصريه، اضافه لان احنا صدرنا ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري، وما يفيد ده احنا تقريبا تجاوزنا 6 مليون طن من الحاصلات الزراعيه تم تصديرها لاكثر من 168 دوله حول العالم، وده انجاز ايضا كبير بيحسب للدوله المصريه وزياده كبيره في حجم الصادرات، بتمثل تقريبا صادراتنا الزراعيه حوالي مقربه على خمس الصادرات الكليه او الصادرات السلعيه للدوله المصريه، وبالتالي ده بيؤكد ويرسخ حجم الجهود ويثبت ان الدوله المصريه اتخذت اجراءات قويه واجراءات داعمه للقطاع الزراعي سواء لتحقيق
الاكتفاء الذاتي او للمساهمة في النهضة الاقتصادية والمجتمعية للعاملين في القطاع، إضافة إلى المساهمة الكلية في الناتج القومي من قطاع الزراعة. نعم. طيب دكتور محمد، كيف ترى مشروع الدلتا الجديدة وأهميته الكبرى لمصر، وماذا تم في هذا المشروع الهام حتى الآن؟ يعني مشروع الدلتا الجديدة ده مشروع عملاق الحقيقة، هو بيوازي مشروع توشكا في الصعيد. احنا عندنا توشكا بتعتبر امتداد طبيعي لعمليه التنميه المستدامه في صعيد مصر، مساحه ارض بيتم استصلاحها، مشروعات عملاقه بيتم تنفيذها الى جانب الرقعه الزراعيه، فده بيمثل فرص عمل جديده لاهلنا في الصعيد. مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده هو نفس الوجه بالظبط. احنا بنتكلم على منطقه كانت معدومه تقريبا، ما فيش اي خدمات ليها، النهارده تحولت الى قطعه ارض بتطلع لنا او بتوفر لنا فرصة أرض مستصلحة تتجاوز إجماليها 2.2 مليون فدان يمكن استخدامها في الإنتاج الزراعي وفي الأنشطة الداعمة له. ما كانش هنقدر نستصلح هذه الأرض لو ما كانش عمل طريق الضبعة، وبالتالي البنية التحتية اللي صرفت عليها الدولة المصرية كانت بتعتبر جزء أصيل من النهوض في عملية التنمية الزراعية المتكاملة، إضافة لأن هي ربطت المواني الرئيسية اللي هي في الإسكندرية بالأسواق الرئيسية للدولة المصرية اللي هي في العاصمة في القاهرة، وأصبحت ملامسة للعديد من المناطق في الدلتا القديمه، وبالتالي بقت حركه نقل المواطنين من والى الدلتا الجديده اصبحت سهله. وبالتالي كان في مشروع هناك هو المشروع اللبنه الاولى لمشروع الدلتا الجديده اللي هو مشروع مستقبل مصر. احنا بنتكلم على اكثر من 350 الف فدان تم زراعتهم بالفعل في هذه المنطقه، وان شاء الله احنا مستمرين في تجهيز البنيه التحتيه بحيث نستمر ونتوسع في التنميه الزراعيه وان احنا نزرع اراضي جديده، وان شاء الله ده كله يكون له مردود ايجابي وانعكاس ايجابي لخدمه المواطن المصري ولتعزيز القدرة الانتاجية للدولة المصرية. نعم. طيب على جانب آخر في منتهى الأهمية أيضا، كيف ترى الصادرات الزراعية لمصر خلال عام 2022؟ يعني الحمد لله احنا شايفين الصادرات بتزيد بشكل كبير. احنا يمكن كنا قبل 2018 كان عندنا بعض أنواع من الحظورات، احنا بدأت بعد 2018 تنتهي كل الحظورات اللي كانت مفروضة على الصادرات الزراعية المصرية. شايفين اسواق جديده اللي بيتم فتحها، احنا يمكن في اخر فتره تم فتح 83 سوق جديد ليصبح اجمالي الاسواق اللي بتصل اليها المنتجات الزراعيه المصريه بيتجاوز ال 168 سوق زراعي. ده في النهايه بيكون داعم لينا علشان اولا بيؤكد جوده الحاصله الزراعيه المصريه، الحاجه الثانيه ان هو كمان بيساهم في استقرار السوق لان احنا بنصدر ما يفيد عن احتياجات المواطن المصري، وبالتالي بنضمن للمنتج الزراعي مصدر دخل ثابت ومستقر. وكمان الحقيقه هذه الصادرات الزراعيه يعني بيعززها او بيدعمها عمل كبير في مراقبه الجوده والاعتماد او الحصول على شهادات اعتماد دوليه من مختلف الجهات العالميه. بنشوف منظمه الاو اي بتعتمد معامل مرجعيه عندنا في مصر للمنطقه بالكامل، وايضا الاتحاد الاوروبي نفس الكلام بيعتمد معامل مرجعيه بالنسبه له في الدوله المصريه، وده كله في النهايه بيصب في صالح الدولة المصرية وبيرسخ ويؤكد قدرة الدولة المصرية على يعني تعظيم إنتاجها من القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي قطاع حيوي والدولة بتعظم وبتصرف فيه بشكل كبير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030. طيب في إطار جهود مصر لتنمية الثروة الحيوانية وتعظيم منتجاتها، افتتح الرئيس السيسي أيضا في يونيو 2022 مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات بمحافظة المنوفية على مساحة 1000 فدان بإجمالي 5000 رأس، وتنتج 150 طن لبن يوميا، و3000 رأس تسمين تنتج 1.5 طن لحم حي كل دورة. كيف ترى هذا المشروع وأهميته في مجال توفير اللحوم والألبان لمصر؟ هذا سؤالي الأخير. يعني احنا بنتكلم على قدرة الدولة المصرية على توفير مصادر البروتين من أصل حيواني، سواء من خلال إنتاج الدواجن اللي بنقول احنا وصلنا فيها تقريبا لاكتفاء ذاتي، إنتاج بيض المائدة اللي أيضا تقريبا وصلنا فيه لاكتفاء ذاتي، إنتاج الألبان برضه احنا وصلنا فيه لاكتفاء ذاتي، إنتاج اللحوم احنا عملنا فيه طفرة كبيرة، الطفرة دي جت من المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية لزيادة المساحة المنتجة، وشفنا المشروعات اللي حضرتك قلت عليها والافتتاحات اللي بيقوم بها السيد الرئيس سواء في الفيوم أو في منطقة السادات أو في مختلف مناطق الجمهوريه، هو تاكيد لفكره تعزيز الانتاج عندنا في مصر من المكون المحلي، وبالتالي ده بيعظم من قدرتنا الانتاجيه. وشفنا مشروع المليون راس ماشي على مراحل، بنشوف
زياده الاعداد اللي بتحدث في رؤوس الماشيه من خلاله، وكمان نشوف مشروع البتلو اللي اطلقته الدوله المصريه واللي خصصت له موارد ماليه كبيره علشان يقدر يساعد في تلبيه احتياج المزارعين من والمربيين من الاموال اللي تساعدهم على شراء الرؤوس وعلى تغذيه الرؤوس، وبالتالي نحافظ على ثروتنا، وده بيعظم من انتاجنا وبيضاعف انتاجنا يمكن في البتلو حوالي 5 أضعاف، لان بدل ما هيبيع على وزن 50 كيلو هيبيع على وزن 400 كيلو، بالتالي ده نسبه كبيره من المضاعفه بتحدث في انتاجنا. وكمان مشروع تحسين السلالات اللي بيتم تنفيذه من خلال المزارع اللي بيفتتحها السيد الرئيس، اللي بتعتبر لبنه لانتاج رؤوس او عجلات عاليه في الانتاجيه، تعظم من انتاجنا بشكل كبير وتساعد على زياده دخل الفلاح والمزارع المصري، وكمان توفير هذه الرؤوس من خلال مشروع البتلو، فده كمان بيعظم من قدره الفلاح المصري وزياده دخله وتحسين الانتاجيه. نعم، بشكرك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه، وما زلنا مشاهدينا نتحدث عن حصاد عام كامل من البناء والتشييد والمشروعات القوميه العملاقه التنمويه، الهدف منها بالأساس تحسين معيشة المواطنين. هذه المشروعات في جميع مناحي الحياة، مشروعات زراعية، مشروعات في مجال الثروة الحيوانية، وأيضا في مجال التشييد والبناء، وأيضا بطبيعة الحال مشروعات صناعية، وتفتتح كل يوم المزيد من المصانع والأماكن التي ربما أحد أهمها الذي تم افتتاحه في 2022 مشروع ممشى أهل مصر، تماشيا مع سعي الدولة لزيادة المساحات المفتوحة للتنزه عبر الاستفادة من مقومات السياسة السياحة الطبيعية التي تمتلكها. معنا عبر الهاتف دكتور محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني. دكتور محمود، بداية أسألك عن مشروع ممشى أهل مصر وأهميته وتعليقك، أو كيف ترى ضرورة مثل هذه المشروعات من حيث البناء والتشييد وإعطاء شكل مختلف للقاهرة؟ احنا هذا المشروع يعني كان طموح كبير جدا، بيغطي 1200 كيلو متر من بداية أسوان إلى الإسكندرية، واجتهدت كل المحافظات في أنها تظهر اهتمامها بهذا المشروع، وبالتالي هذا المشروع ظهر سريعا وأثره ظهرت أن هو مشروع يبدو أنه كأنه تنسيق مواقع أو مناطق خضراء أو ترفيهية وفقط، إلا أنه في الواقع هو مشروع عمراني بيئي، مشروع مشاريع التنمية الشاملة التي تحدث آثار في كل جوانب الحياة، ومشروع فيه الجانب الترفيهي والسياحي، فيه خدمات، فيه بنية أساسية، في حفاظ على نهر النيل العظيم ونظافته ووقايته وحمايته، هو فيه إظهار لقوة هذا التكوين العظيم والعمران الذي ينتشر بطول 1200 كيلو متر، أعطى جمالا وقوة وقيمة أكبر، وله عائد اقتصادي ويعطي فرص عمل ويستغل الأرض ويحمي النيل ويحمي حرم النيل. هو مشروع من المشاريع التنمية المستدامة العالية تماما، وينفذ بمعدلات كبيرة. وافتتح في القاهرة، محافظة القاهرة التي كانت سباقة، وشاهد هذا المشروع بأحدث الأساليب، مساحات ترفيهية غاية في التنوع والجمال على عدة مستويات، مع تزويدها ببنية أساسية وخدمات وأنشطة اقتصادية، وأصبح مقصدا لكل الناس، وأعطى حماية لنهر النيل وحفاظ على حرمه، وأعطى واجهة حضارية قوية للعمران، مما زاد ورفع في قيمة هذه العقارات على طول نهر النيل. هذه إضافة اقتصادية، مردود اقتصادي عالي جدا، ومردود اجتماعي يوفر الترفيه للسكان كل المحافظات وبعدالة. هذه التنمية المستدامة.
طيب إذا فقدنا الاتصال للأسف دكتور محمود غيث، سنحاول العودة للاتصال به مرة أخرى. أيضا هناك الكثير من المشروعات التي تم افتتاحها خلال عام 2022، منها مثلا مدينة المنصورة الجديدة، وهي واحدة من المدن المستدامة التي جسدت رؤية مصر في إطلاق مبادرة المدن المستدامة العالمية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف كوب 27 الأخير. أيضا هذه المدينة تم تشييدها بمقاييس ومعايير عالمية لتواكب المدن الجديدة. دكتور محمود غيث، كنت أتحدث عن مدينة المنصورة الجديدة التي تم إنشائها عام 2022 لتواكب أو تكون واحدة من المدن المستدامة. هل يمكن أن تشرح لنا تعريف أو ما معنى كلمة مدينة مستدامة التي تم إنشاء مدينة المنصورة على أساسها؟ نعم، مدينة المنصورة في الواقع هي تقدم لنا النموذج المثالي للمدن المستدامة، وهي تتضمن أول جامعة ذكية. وهي أيضا حضرتك سأتيها برجع تاني أبدأ بمفهوم الاستدامة. هو مفهوم الاستدامة يتناول كل الجوانب، وبدايته معنا كان من عام 96. يتناول إيه حضرتك؟ أولا نقل مستدام، طاقة مستدامة، استعمالات أرض مستدامة، تجمعات عمرانية مستدامة، والمقصود بكلمة استدامة الحفاظ على الموروث الطبيعي والموروث التاريخي كلا الجانبين، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للأرض وتطبيقات حديثة وفقا لأحدث معطيات هذا الزمن. نعم. هذه الحفاظ على حق الأجيال، هذه الخمس مفردات هي ببساطة. ثم أن لدينا 17 هدف أبرزها مدن مستدامة مرنة آمنة متوازنة لكل شرائح المجتمع. هذا المثال يسد التفاوت الإقليمي في التنمية الإقليمية التي كانت حادثة في سنوات ماضية، فهو ليست مجرد مدينة إضافة جديدة كمدينة، ولكن هي أيضا تعالج التفاوت الإقليمي في التنمية الاقتصادية بين الأقاليم، فهي ستكون مركز إقليمي للدلتا، مركز سياحي واقتصادي واجتماعي. ثم أن بها أحدث التطبيقات، كما قلنا أن المدن الجديدة هي فرصة لتطبيقات جديدة لا يمكن أن تستوعبها المدن القائمة بشكل كامل، وإن كانت المدن القديمة أيضا سيكون لها نصيب من هذه التطبيقات الحديثة، سواء في النقل أو الطاقة أو استعمالات الأراضي أو الاستغلال الأمثل أو المناطق الخضراء والمفتوحة أو تقليل الكثافات أو المبادئ بأحدث الأساليب. كل هذه المفردات وجدت فرصة في المرحلة الأولى لمدينة المنصورة التي تعتبر أول وأكبر وأجمل تطبيق، وهي تكمل مثلث العاصمة الإدارية والعالمين والمنصورة الجديدة، ثلاث مدن تقدم لنا تجربة فريدة عالمية على المستوى العالمي الحقيقة في أساليب البناء وفي مواد البناء وفي الطرق وفي وسائل النقل بالطرق الكهربائي. والجامعة الذكية أنا لاحظت أنها لم تأخذ فرصتها وحظها من الشرح الكبير، وهي تعتبر من أعظم الإنجازات في كل هذه المفردات العمرانية الجديدة. الجامعة الذكية بدءا من حديقة الجامعة إلى معامل الجامعة إلى قاعات الجامعة إلى التخصصات إلى الإمكانيات، حقيقة يستحق هذا المثال عدة لقاءات لتوضيح التفاصيل الجميلة جدا التي أمكن تطبيقها في وقت قصير وبكلفة مناسبة وبأعلى الخبرات وفقا للمعايير الحديثة. نعم. طيب أيضا من ما تم إنشاؤه عام 2022 وافتتاحه في يوليو، محطة عدلي منصور المركزية التبادلية على 30 فدان، وتشمل خمسة وسائل نقل: القطار الكهربائي الخفيف، الخط الثالث لمترو الأنفاق، خط سكة حديد القاهرة السويس، محطة السوبر جيت، أتوبيس ترددي عدلي منصور مطار القاهرة، وأتوبيس ترددي عدلي منصور موقف الأقاليم. يعني حضرتك
حضرتك مذاكرة قلت كل النقاط الجميلة. إيه أهمية هذا المشروع؟ حضرتك قلتيها تماما، أنها نقطة تجمع لوسائل النقل المختلفة. أولا هي ليست تعدد فقط لوسائل النقل، ولكنها تخدم على المستوى المحلي ومستوى مصر كلها. إن عاد عندنا حاليا في تكامل بين الشبكة الداخلية والشبكة الخارجية، وتربط العمران الجديد بالعمران القديم، وتربط كل أطراف الدولة، فهو عمران على المستوى القومي الإقليمي المحلي. وهذه المحطة حظيت بتقدير عالمي في مواضع كثيرة، وهي من النماذج المشرفة في العالم، واحتفلنا هذا العام بحصولها على جوائز في التنافسيات كبيرة وعلى مستوى أوروبا والعالم كله. الحقيقة هي نموذج مشرف لتطوير منظومة النقل، وهي تعدد الوسائل معناها تكامل الوسائل. أنا بيبقى عندي بدائل مختلفة كلها توافق كل شرائح المجتمع وتخدم كل المواقع الاقتصادية والسياحية والسكنية والخدمية، هو نموذج لمنظومة النقل الحديثة والنقل المستدام في نفس الوقت. أنا متشرف إن هذه المحطة كان لها تقدير عالمي رفيع، وكلنا سعدنا بهذا التقدير الرفيع الذي تم في أقل الوقت وبأقل تكلفة وبأحدث الأساليب. نعم، طيب كيف ترى فكرة إنه هذه المحطة ساهمت في الحفاظ على الشكل المعماري للمباني وإزالة التشوهات والتعديات في نفس الوقت؟ هو حضرتك لما بينشأ في قلب تجميل المدن والتشكيل العمراني كما يعني ندرسه لتلامذتنا في كل مكان، أن ظهور عنصر عمراني رائد يقود التجمعات المحيطة إلى المزيد من التطوير والمحاكاة. يعني إحنا لما بنصمم لا نصمم مبنى واحد، ولكن هو منظومة كاملة وتشكيل عمراني كامل. هذا المستوى الرفيع هو نموذج رائد يحتذى به، والمباني المحيطة بأي مبنى هام أو فريد أو ما يسمى لاند بارك علامة مميزة لها تعريض خارجي وداخلي، ترى من كل المواقع، هذه تقود العمران المحيط إلى تشكيل يتكامل مع هذا التكوين الفريد، فبالتالي بيرتقي في أننا بنقدم مباني تتكامل وتتوافق في تشكيلها مع هذا التشكيل. هذا فورا يقدم لنا ارتقاء بالتشكيل العمراني الذي عانينا كثيرا من التشوهات البصرية التي رصدناها في كل المواقع، ونحن الآن وبكل الصبر، لأن هذا النوع من الأعمال يحتاج دقة وخبرات رفيعة وتكاليف عالية جدا، أننا نضع النماذج الجديدة التي تتضمن إبداع كبير، والتناسق بين الإبداع القديم والجديد هي عملية فنية عالية تحتاج خبرات محلية بل وأجنبية أيضا للوصول إلى أعلى المستويات. وهذا ما قد حدث تماما، أن هذا العمل ليس في حد ذاته خدمة للنقل والمرور فقط، ولكن الخدمة بالمنظور الأكبر في التطوير العمراني، وفي أن ينشأ عمران يتناسق ويتكامل مع هذا التكوين العجيب الفريد الناجح. نعم، دكتور محمود غيث أستاذ التخطيط العمراني ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ونتحول إلى افتتاح آخر تم خلال عام 2022، وهو افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ في شهر أكتوبر، وهو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، وانتهى تنفيذ الأعمال الإنشائية وتنسيق الموقع 100%، وكذلك توريد وتركيب معدات مجمع مصانع الفصل والتركيز كافة. يعني هذا مشروع اقتصادي آخر كبير تم خلال عام 2020 ضمن منظومة من المشروعات المتكاملة في كل المجالات، بعضها كما ذكرنا في الزراعة، وبعضها في الإنتاج الحيواني، والبعض الآخر في البناء والتشييد مثل ممشى أهل مصر. طيب، ينضم إلينا الأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي للتعليق على افتتاح الرئيس لمصنع الرمال السوداء
بكفر الشيخ كأحد أهم إنجازات عام 2020. كيف ترى أستاذ عبد الناصر هذا المشروع وأهميته الاقتصادية لمصر؟ الرمال السوداء الموجودة على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر هي منتشرة لمئات الكيلومترات على شاطئي البحرين، يتواجد كميات هائلة من الرمال السوداء كان يتم تصديرها للخارج بأموال زهيدة، إلى أن أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوامره باستغلال هذه الرمال في عمليات تصنيع محلية للاستفادة منها بشكل مباشر لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي تنتج عن عمليات التصنيع، خاصة أن الرمال السوداء تستخدم في العشرات من الصناعات التي يمكن أن تستخرج منها، وبدأت بالفعل في أول مراحله من خلال افتتاح أول مشروع صناعي الذي تفضل السيد الرئيس بافتتاحه قبل أيام قليلة، واستدعى القطاع الخاص للدخول في هذا المشروع الضخم العملاق الهام الذي يستفيد منه كل المصريين من عوائد اقتصادية تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد القومي، سواء كان من عمليات التصنيع أو الاستفادة منها في تصدير الفائض من بعد سد احتياجات السوق المحلية. نعم، لكن كيف ترى يعني أهمية هذه المشروعات في إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية عموما؟ سؤالي الأخير. هذا توجه يعني من السيد الرئيس، يعطى توجيهاته إلى كافة الجهات المعنية لعمل يعني الاهتمام بالصناعة بشكل أساسي، وعدم تصدير أي مواد خام للخارج، ولكن التصدير بعد دخول عمليات تصنيع وإضافة عمل قيمة مضافة، حتى يمكن مضاعفة قيمة هذه المواد الخام للاستخدام المحلي والتصدير، وبالتالي توفير العملات الصعبة من عمليات التصدير، وأيضا توفير العملات التي كان يمكن الاستيراد بها من الخارج، وبالتالي يعود على الاقتصاد القومي بالخير، خاصة أن عمليات التصنيع توجد فرص عمل كثيرة للشباب، خاصة أن لدينا كوادر مهمة جدا وعمليات تدريب على صناعات مختلفة في كافة المدن الصناعية بعد انتشار المدارس الفنية الصناعية في كافة المدن الصناعية التي تتخطى أكثر من 33 مدرسة على صناعات متنوعة تشرف عليها وزارات التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية. نعم، أشكرك أستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا، وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية تغطيتنا اليوم في الفترة التي نخصصها يوميا لمتابعة مستجدات الأحداث وأهم الموضوعات التي تشغل العالم سواء في مصر أو على المستوى الدولي. شكرا لكم، ونشرة مفصلة بانوراما شاملة تأتيكم على رأس الساعة على شاشة النيل الأخبار.